الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق. نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. للمرة الثالثة على التوالي البرلمان يخفق في عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني، والقوانين المهمة مهددة بالترحيل. وسط حديث عن زيادة بإنتاج الطاقة الكهربائية، ظلام دامس بمحافظات الوسط والجنوب والسبب عارض فني. على وقع شح الأبنية المدرسية، التربية تحدد الأول من تشرين المقبل موعداً لبدء العام الدراسي الجديد. أهلاً من جديد. للمرة الثالثة على التوالي أخفق مجلس النواب في تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسته الاعتيادية. المقرر أن تناقش جملة من القوانين للتصويت عليها، فيما أعلن تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد المقبل. وذكر النواب أن البرلمان لم ينجح في عقد جلسة منذ شهر من الآن، ما يخالف النظام الداخلي الذي يقر عقد جلستين في الأسبوع على الأقل، لافتين الانتباه إلى وجود إرادات سياسية لعرقلة عمل المجلس وتشريع القوانين المهمة. هذا وشدد نواب على ضرورة انعقاد جلسات البرلمان بشكل مستمر لتمرير القوانين المهمة، أبرزها تعديل قانون الانتخابات إلى جانب قانون النفط والغاز. وقال نواب إن الجلسات الاعتيادية المقرر انعقادها في الأيام المقبلة غير كافية لتشريع القوانين المهمة، فيما رجحت أوساط سياسية أن آخر جلسة للبرلمان في دورته الحالية ستعقد في العاشر من تموز المقبل. هذا وأطلق أعضاء في مجلس النواب دعوات لبقية الكتل النيابية بالحضور إلى مبنى البرلمان والمساهمة الفاعلة في الجلسات المقبلة للتصويت على القوانين المهمة، وذلك قبيل الذهاب إلى الانتخابات، فيما أشاروا إلى وجود إرادات سياسية لتعطيل عمل المجلس النيابي. ندعو السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب الموقر بالاستمرار بالانعقاد لمجلس النواب لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لهذا المجلس قبل أن يحل، وعليه هنالك عدة مشاريع قوانين موضوعة لمجلس النواب عليه الإسراع بالتصويت عليها. للمرة الثالثة على التوالي يحدد أن يكون هناك جلسة، ولكن للأسف لم يكتمل النصاب. يعني أعتقد هذه إرادات لبعض الكتل السياسية. وبعد كثرة الخلافات واستمرارها لسنوات طويلة، يرى إقليم كردستان أن الضمان الوحيد لحلها هو وجود خارطة طريق واضحة إلى جانب إرادة جادة تستند إلى الدستور. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. سياسة مسك العصا من المنتصف ورفع الراية وكسر العناد ومناورات التصعيد والتهدئة، خطوط ومسارات اتسمت بها العلاقة بين المركز والإقليم على مدار سنوات طوال. ووسط متاهة هذه المسارات، دعا رئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني بغداد بالكف عن الخطابات القديمة واللجوء إلى الدستور لحل الخلافات العالقة بينهما. نحن خطونا خطوات جيدة جدا كثيرة في حلحلة بعض المشاكل، وهناك المشاكل المتعلقة حاليا طالب السيد نيشل فرزاني أيضا لغلق هذه الصفحات السوداء الماضية وإفتاح صفحات ملفات بيضاء جديدة بين الإقليم وبغداد. ونحن الآن لدينا وعود من قبل حتى بعض الكتل السياسية في شأن تنفيذ هذه الاتفاقيات المبرمة السابقة، وخاصة على الصعيدين العسكري والإداري. وعلى ما يبدو أن المرحلة الحالية بحسب ما يراها مراقبون هي الأعقد والأصعب مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، فالحوارات العقيمة وغير المستقرة وفقدان الثقة تسيطر على المشهد بينهما. توازن مفقود وتوتر حاضر يؤطر العلاقة ما بين بغداد وأربيل، ما يجعل الملفات العالقة والشائكة في دوامة الخلافات المستمرة التي تبحث عن حلول دستورية عادلة بين الطرفين.
إذن هي الملفات الحاضرة الغائبة والمتداخلة يقف على هرمها ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها والاستحقاقات النفطية وإطلاق رواتب موظف الإقليم المتأخرة لتسعة أشهر وصولا إلى الاتفاق الأخير الذي بني بأثر الرجع لإطلاق حصة الإقليم من الموازنة، حلول معلقة تبحث عن توافقات حكومية عادلة بين الطرفين. قطع الموازنة عن حكومة إقليم كردستان لا تتحملها مسألة الدعاية الانتخابية، هذه المزايدات سوف تؤدي إلى مزيد من الانشقاق في الصف العراقي ومزيد وتعميق الفجوة بين إقليم كردستان والحكومة العراقية، وستجعل العراق أمام الخط الأخير للوقوع أو السقوط إلى الهاوية. بين بغداد وأربيل أكثر من أزمة متواصلة وخلافات معقدة سياسية واقتصادية وأمنية، فمن يتولى حل تلك الأزمات وهل من أفق للحلول؟ من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. انتخابيا، أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمهم غير المحدود للعراق على الصعود كافة، بما في ذلك دعم جهود إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في شهر تشرين الأول المقبل وإرسال بعثة مراقبة انتخابات أوروبية استجابة لطلب الحكومة. هذا وأشاد الاتحاد الأوروبي بالخطوات التي اتخذها الجانبان العراقي الأوروبي لدعم شعب العراق لحسم الملفات العالقة، بما في ذلك رفع اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفي المقابل يؤكد تحالف عزم على أهمية دور الشباب في نهضة العراق وبناء مؤسساته، لا سيما أن مشروعه يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لكي يأخذوا مكانتهم في قيادة المجتمع. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. بهدف رسم خارطة مستقبل العراق بأيدي شبابها، انطلق مؤتمر رابطة شباب العراق بحضور رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر والقيادي في التحالف محمد الكربولي، الذين أكدوا على دور الشباب لتغيير الواقع المرير الذي يعيشه العراقيون. كما أطلق الشيخ الخنجر منحة مجانية للشباب الحاضرين لإكمال دراسة الماجستير والدكتوراه لهذه السنة داخل وخارج العراق على حسابه الخاص. مشروعنا أنتم، ومشروعنا هو أن نهيئ الظروف الملائمة لكي تأخذوا مكانكم في قيادة المجتمع في المرحلة القادمة. المؤتمر مثل فرصة لمراجعة تجربة الماضي وفرز أصواتها وتوظيفها في استشراف المستقبل ورسم الخطط من أجل النهوض بواقع الشباب العراقي من خلال المشاركة في الانتخابات القادمة وتغيير الوجوه الفاسدة. اليوم الشباب يعني قادر على التغيير وطامح على التغيير، والشباب يجب أن يكون لهم دور في التمثيل السياسي في القرار وصناعة القرار. ويرى الكثيرون أن أهم ما يميز هذا اللقاء الذي يجمع قيادات عزم بالشباب هو أنه ينبؤ ببث روح جديدة بواقع الشباب العراقي الذي يعد شراع السفينة العراقية التي تلوذ تحت العواصف وتلاطم الأمواج. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. في مشهد الاحتجاجات، تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر إزالة خيمة والدة الشهيد إيهاب الوزني في أثناء اعتصامها أمام مبنى محكمة كربلاء، ويظهر المقطع قيام أحد العناصر الملثمة بالاعتداء على شقيق الوزني وسحب الخيمة بقوة مفرطة في محاولة لإنهاء الاعتصام المستمر منذ 3 أيام، وتطور الصدام إلى مواجهات بالأيدي بين العنصر الملثم وشقيق الوزني. هو عيب عليك، والله عيب عليك.
كهرباء الموبايل. إلى ذقار حيث خرجت العشرات من أمهات شهداء تظاهرات تشرين في وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف ذقار للمطالبة بكشف قتلة المتظاهرين ومصير المخطوفين وفي مقدمتهم الناشط سجاد العراقي. تأتي تلك الاحتجاجات بعد بيان لأم الشهيد إيهاب الوزني من محافظة كربلاء دعت فيه أهالي الشهداء إلى الاعتصام أمام محاكم مدنهم للضغط على السلطات والقضاء العراقي لكشف قتلة أبنائهم ومصير المخطوفين. والدة الشهيد علي العصمي، عن وقفاتنا مستمرة للمطالبة بدم أولادنا بالكشف عن قتلة أولادنا، واليوم وقفتنا مساندة لأم الشهيد إيهاب الوزني، نقول لها أنت أختنا وعزيزة علينا وكل أبناء العراق، كل أبناء العراق شهداء ثورة تشرين هم أبنائنا، وإحنا مساندين ونبقى مستمرين بهذه الوقفة إلى أن يكشفون عن قتلة الشهداء. كفى تسييف وكفى مماطلة والكشف عن قتلة شهداء أولادنا. الرحمة والخلود لشهداء الثورة المباركة، ثورة تشرين العظيمة اللي نالها أحسن الشهادة أولادنا. اليوم هاي وقفتنا وقفة احتجاجية نساند أم الشهيد إيهاب، وهذا الشيء بسيط يعني نقدر نقدمه إلها. أنا ابني الشهيد أم الشهيد حمزة اللي استشهد على جسر الزيتون. في ذقار أيضا أظهر مقطع فيديو مطالبات أهالي الشهداء لرئيس محكمة استئناف ذقار بكشف قتلة المتظاهرين، مؤكدين امتلاكهم صورا ومقاطع فيديوية وأدلة تثبت تورط جهات بقتل أبنائهم، لكنهم لم يلمسوا تحركات جادة بكشف هوية تلك الجهات. الباب الثاني، أنت رجل غير متعاون، والدليل على ذلك نحن خرجنا مظاهرتين وانت رفضت تنزل نفسك وتنزل تقابل عوائل الشهداء، واخرها وين مدير مكتبك؟ حيدر مغسلي، قال وانت طويل وين هسه مدير مكتب؟ اجينا لهنا على المكتب قال موجود. قلنا استاذ رافد متعاون وقاعد لنا اكثر من مره ورجع لنا قال رئيس المحكمه يرفض يستقبلك. ليش ترفض تستقبلنا؟ هذا رقم واحد. على ضوء احنا راح نطالبك بالاقاله وعوائل الشهداء، لمعلومتك انت رئيس محكمه لو رئيس وزراء القيل، احنا البارحه قايلين 8 مدراء، كل شخص ما يتعاون ويانا ويا دماء اولادنا ويا قضايا ما يستحق يقعد على هاتف. جبنا ادله وجبنا تصوير وجبنا شهود فيديو كلها، وتجون ضغط حزبي عليكم من الاحزاب شئتم ام عبيتم. لا تقدر تشوي هذا العامل، ولا تقدر تشوي المالك، ولا تقدر كلهم مجردون. شيء قدرت تثبت أصبح قرار المحكمة قرار سياسي وليس قضاء، قرار عفو قضاء. قدميا شهدت محافظات الوسط والجنوب انقطاعا تاما للتيار الكهربائي جراء ما قالت وزارة الكهرباء أنه عارض فني تسبب بإطفاء عام في الشبكة، وأدخل 9 محافظات في ظلام دامس لساعات طويلة منذ ليلة أمس إلى اليوم. وأوضح بيان أن سبب الإطفاء هو توقف المنظومة الكهربائية إطفاء عام للمحافظات الجنوبية والغربية بسبب عارض فني. وأضاف أن الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء باشرت في إصلاح العارض لإعادة المنظومة لوضعها الطبيعي في القريب العاجل. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الكهرباء ارتفاع حجم إنتاجها من الطاقة إلى أكثر من 20,000 ميجاوات، وأكدت أن تلك الزيادة ستسهم في رفع القدرة التشغيلية في البلاد. المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي أشار إلى أن إيران رفعت حجم إطلاقات الغاز الإيراني باتجاه العراق ليصل إلى 30 مليون متر مكعب يوميا، وهو ما أسهم برفض المنظومة الكهربائية بطاقات إضافية.
انتقد أهالي منطقة الجزيرة البجدع في محافظة الأنبار سوء الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، مؤكدين أنها تجهز بمعدل نصف ساعة في اليوم فقط. وأضاف الأهالي أنهم على مدى 15 عاما يعانون من سوء الكهرباء، مبينين أن الأعمدة الكهربائية الموجودة تم شراؤها ونصبها من قبلهم، ولم تساهم الحكومة المحلية في أي شيء إطلاقا، فضلا عن استخدامهم للأشجار في بعض الأحيان لنقل القبلوات الكهربائية بين أماكن سكناهم. هذه منطقة الجزيرة البجدية حقيقة نعاني من سوء الخدمات، أولا الكهرباء. يعني شوف هسه حاليا الكهرباء يعني تجينا نص ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة تنقطع. زين هذا النص ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة شنو اللي راح تسوي لنا إياه؟ شنو راح تقدم لنا إياه؟ يعني لو ما ينطونا إياها أفضل حتى نتكل على أنفسنا ونوفر كهرباء. هذه أولا. ثانيا شوف احنا نستخدم النخل مكان الأعمدة مال الكهرباء. شوف هاي الويرات شو مسحوبة. هاي المنطقة عندك يعني ما يقارب أكثر من 30 بيت كلهم ساحبين من هاي الويرات كهرباء. كهرباء ضعيفة جدا جدا ورديئة عندهم، وكذلك عندنا احنا رديئة. أو هاي العوائل اللي صارها أكثر من 15 سنة ساكنة هنا وما عندهم كهرباء. يا أخي ما عندهم كهرباء نهائيا. حتى هاي الأعمدة ترى اللي يشوفوها ربما يعني يشوفون بعيونكم أعمدة تتوقعون هاي من الدولة، لا هاي الأهالي جابوها الأعمدة. هذا وأكد أصحاب المولدات في محافظة نينوى أن ما يقوم برفع أسعار الاشتراكات على المواطن هو رئيس لجنة المولدات برفعه أسعار الغاز، مبينين أنه مرشح للانتخابات وما يقوم به هو دعاية انتخابية لا غير، داعين الحكومة إلى إيجاد حلول مستعجلة لإنهاء معاناة المواطن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء الوطنية. واصل لي ابو المولد الغاز ب 92000. خلي يسمع السيد المحافظ، خاف يحسبون الغاز ببلاش. واصل الغاز 88 و4000 نقل 92. القرارات وهاي المتضمنات مجرد دعايه انتخابيه من السيد رئيس اللجنه. احنا اليوم جينا هذا التجمع مالنا ليس تجمعا عبثيا، التجمع هذا بناء على طلب من السيد رئيس لجنه المولدات كمتابعين للمولدات وممثلين للايمن والايسر في سبيل إملاء علينا التعليمات الجديدة من خلال استلام مهام رئيس لجنة المولدات. فتفاجأنا عندنا تجمعنا أنه السيد أسوان رئيس لجنة المولدات يقوم باتصال هاتفي بالسيد قائم المقام يبلغوا أنه هذا التجمع غير رسمي وهذا التجمع تحريضي ومظاهرات. هم بيدوا ما نساعدوا المواطن هاي الأربعة أشهر. أنطي مجاني أنطي مجاني وخلي ابو المولد يدفع بس اجور المشغلين واجور العمال والصيانه والغاز عليهم. بهذا الحال انا ساعدت المواطن، ليش يترجلون مساعده المواطن براس ابو المولد؟ الكهرباء في العراق ازمه مستدامه تظهر بوادرها مع كل فصل صيف، والاسباب ذاتها تتكرر بلا مبرر. كما تتابعون معنا، ينتج العراق 20,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، لكنه يحتاج لأكثر من 30,000 ميجاوات لسد عجز التجهيز أي الطلب. أنفق حتى الساعة أكثر من 81 مليار دولار على الطاقة منذ عام 2005 وحتى الساعة. يستورد العراق 30 مليون متر مكعب غاز من إيران لتشغيل محطاته. التجهيز في بغداد ومحافظات أخرى مع كل ذلك لا يتجاوز 8 ساعات يوميا. تراجعت ساعات التجهيز، أو هذا التراجع يقترن دائما بفصل الصيف من كل عام. حول هذا الملف بالتحديد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد العاصمة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى. أهلا بك سيد أحمد. إذن يعني درجات الحرارة تشهد ارتفاع كبير خلال فصل الصيف، مع كل صيف تتجدد أزمة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية المطلوبة. أخيرا هناك عارض فني وفق وزارة الكهرباء أدخل ذلك العارض 9 محافظات عراقية في ظلام دامس، كيف تعاملتم مع العارض الفني وماذا عن صيانة الشبكة قبل فصل الصيف أي قبل هذا التاريخ؟
حياكم الله استاذ كريم، حيا الله جميع مشاهدي قناه اللوجان، اهلا بكم. اهلا بك. وبناء على ما عرض تقريرك عرضت مجموعه من المعلومات، هذه المعلومات بحاجه الى توضيحات. تفضل. سواء ما عرضه المواطنين او ما عرضت جناكم. بدايه انه انخفاض الفولتيات الذي طرح المواطنين في بعض المناطق، فهذا طبيعي انه كلما زاد الطلب على التيار انخفضت الفولتيات، وهذا بسبب يعني ليس عدم كفاءة شبكات التوزيع، إنما الاستمرار بتصفيق المناطق الزراعية والعشوائية والتي تكون أحمال إضافية على الشبكات، ومن دون علم وزارة الكهرباء. يفترض أن تنهض الدوائر البلدية والمحافظات والحكومات المحلية بتحديد شكل المدن من خلال خطة سنوية بأقل تقدير تعلم بها الدوائر التنفيذية لتتمكن من مواكبة الطلب. من غير المعقول أن يستمر تغيير جنس العقار ويؤسس للانشطارات والعشوائيات ومن دون علم الكهرباء، وبالتالي هذه كلها أحمال إضافية تكون على شبكات التوزيع، بالتأكيد تربك ساعات تجهيز الكهرباء. ثانيا ستي، اليوم حادث العراق من الشمال إلى الجنوب هو عبارة عن 28 ألف ميجاوات. العراق وصل أو الكهرباء وصلت قرابة 20 و100 ميجاوات. بالتحديد قبل يومين كان إنتاجنا 20 ألف ميجاوات. ما صرف على قطاع الكهرباء وضحنا مرارا أن يتناسب عن موجود من بنى تحتية. فهذا أثبتنا بالأرقام والأدلة وبعثنا بتقارير رسمية إلى مجلس النواب ولا لجان الطاقة وحتى إلى وزارات الدولة وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة. نعم، يعني أستاذ أحمد، يعني حتى قبل أن نتحدث عن العارض الفني، لكن تحديدا في ما يتعلق بارتفاع حجم الإنتاج إلى 20 ألف ميجاوات، كم سيقلص ذلك الارتفاع من الهوة بين الإنتاج والطلب؟ يعني بالنسبة إلى حادث العراق مثل ما أسلفت هو 28 ألف ميجاوات الآن اللي متاح، والذي بجدول أعمالنا واللي في خطتنا المرسومة وطموحنا أن نصل إلى 22 ألف ميجاوات حسب ما موجود من إنتاج وحسب ما موجود من إتاحة بشبكات النقل وحسب ما تقتضي شبكات التوزيع. لكن استمرار زيادة الطلب، ولما أقول زيادة الطلب يعني تصفيق مناطق غير نظامية، بالتأكيد دوائر اليوم الدولة محكومة بقانون تصميم أساس للمدن، محكومة بضوابط، محكومة بقوانين تنفيذ البرنامج الحكومي، تصفيق المناطق الزراعية والعشوائية ومن دون علم الكهرباء، ولطالما خاطبنا الدوائر البلدية والحكومات المحلية بتزويدنا بشكل المدن، هنالك استمرار لتشويه شكل المدن بمجمعات غير نظامية لا تعلم بها الكهرباء. بالتأكيد اليوم أنت من تنشأ هذه المجمعات من دون علم الكهرباء وأنا ما أدري بها وتصير أحمال إضافية على الشبكة، وتطالبني بخدمة، احنا قلنا بأقل تقدير علمونا حتى بداية ما تنشأ هذه المناطق نواكب الطلب بإنشاء البنى التحتية. ست الكريمة، مضاف إلى ذلك هنالك عقود استراتيجية مع الدول الموردة للغاز، يعني في ظل عدم اكتمال خطة وقودية تدرين هي ليست من التزامات الكهرباء. اليوم جميع محطاتنا اللي نشأت واللي نصبت استفتينا بمحاضر رسمية الأخوة في وزارة النفط حول ضرورة توفير مصادر الغاز والوقود، وبالتالي إنه ما عندنا محطة نصبت من دون علم الأخوة في وزارة النفط. تلك الخطة الوقودية وعدم تأهيل حقول الغاز على امتداد عمر الحكومات السابقة هو من أدخل الكهرباء في هذه الدوامة ولجأنا إلى استيراد الغاز من دول الجوار. بالتالي هنالك عقود تنص على أن يزود العراق وفق عقود دولية موقعة 70 مليون متر مكعب صيفا، باعتبار أن الحادث زاد. يعني هل نفهم من ذلك سيد أحمد بأن هناك معوقات في يعني التجهيز بالغاز من الدول الموردة وسبب تلك المعوقات؟ نعم، يعني بالتأكيد ما تزال إطلاقات الغاز المورد إلى العراق هي منحسرة، ويفترض أن يزود العراق بسبعين مليون متر مكعب، والحديث الآن يزود العراق بثلاثين مليون. طبعا قبل أيام كانت هي عبارة عن 17 مليون متر مكعب، لكن نتيجة زيارات الوفود الحكومية وتقديم جدول
بجدولة الديون وتقديم مقترحات للجانب الإيراني أثمرت عن زيادة معدلات الغاز من 17 مليون إلى 30، لكن ما تزال منحسرة إذ يفترض أن تكون الغاز المدفوع هو من 70 مليون متر مكعب لسد الحاجة لتشغيل المحطات. ستي العزيزة، ملف المولدات بالمجمل، ملف المولدات هو من شأن الحكومات المحلية وليس من التزامات وزارة الكهرباء، غاية ما بالأمر الوزارة اليوم تجتهد لأن تقدم ساعات تجهيز مرضية. ما طرحتيه أن هنالك تجهيز بواقع 8 ساعات، قبالا ذلك ترى كل يوم مناطق تجهيزها 20 ساعة، هنالك محافظات تجهيزها 24 ساعة. التجهيز يختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى تبعا لمجموعة من العوامل، منها كفاءة شبكة التوزيع، منها حجم التجاوزات، منها زيادة الطلب، وبالتالي التجهيز يتفاوت من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى. المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. أعلنت خلية الإعلام الأمني إخماد حريق الناشبه في سوق الآثوريين في منطقة الدورة جنوبية بغداد العاصمة دون أضرار بشرية ومادية. قالت الخلية إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في 17 محلا تجاريا داخل سوق الآثوريين في منطقة الدورة، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تحقق بالحادث لمعرفة الأسباب. كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن فقدان 30 جثة في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد. وقالت المفوضية أن عدد الوفيات في حريق مستشفى ابن الخطيب المعلن من قبل وزارة الداخلية 82 حالة وفاة، بينما عدد الجثث المستلمة من قبل دائرة الطب العدلي 52 جثة، لافتة الانتباه إلى أن 30 جثة مفقودة في أثناء ذلك الحريق. حلقة أخرى من مسلسل الفساد في العراق، هذه المرة في سامراء بمحافظة صلاح الدين، حيث استولى متنفذون على آلاف الدونمات وحولوها إلى أراض سكنية واستثمارية ليحرموا بذلك مستحقيها من الشهداء والجرحى والمتقاعدين. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. تستمر دوامة الفساد في مدينة سامراء، وهذه المرة مع مئات الدوانم التابعة لوزارة الزراعة بعد أن رفعت عنها الصفة الأثرية، وسرعان ما وزعت هذه اللقمة الدسمة على حيتان الفساد، وبدأ وكلاؤهم ببيع الأراضي وصنفت على إنها تجارية وسكنية وكل متر منها له سعره الخاص، ولكن عند مطالبة المستحقين لها بحقوقهم الشرعية يأتي الرد من بلدية سامراء بالرفض. اليوم مدينة سامراء من يطالب الشهيد وأهل الشهيد وأهل الجريح قطعة أرض، بلدية سامراء تقول ماكو قطع أراضي بالمدينة، ماكو قطع أراضي، في حين أنه نشوف بلدية سامراء تغض الأنظار عن هواية أراضي تم التجاوز عليها وبيعت بمئات الملايين من الدولارات. أقدر أوصفك إياها. المتقاعدون وذوو الشهداء والجرحى والموظفون تملأ قلوبهم الحسرة عندما يشاهدون آلاف القطع توزع بمئات الملايين من الدولارات لكل من يملك الأموال، كما يتساءلون لماذا أفنينا أعمارنا ولم نشمل حتى بأبسط حق من حقوقنا، في حين إن المسؤولين بكل مسمياتهم تقاسموا الكعكة التي لم تسأل عنها أي جهة حكومية، بدءا من بلدية سامراء مرورا بهيئة النزاهة وصعودا إلى رئاسة الوزراء. الشارع السامراء استبشر خير في هذا الموضوع، ولكن ذهبت الآمال أدراج الرياح بعد ما استولى المتنفذون على هذه المقاطعة وتم توزيعها بشكل مبهم، ولا نعرف كيف صارت في بأيدي التجار. الاستحواذ على أملاك الدولة أصبح سمة وظاهرة وأمرا مباحا للمتنفذين وجامعي الثروات من السحت الحرام، في حين يناشد أصحاب الحقوق
رئيس الوزراء وهيئة النزاهة برد الحق إلى أهله، فقد بلغ الفساد ذروته في محافظة صلاح الدين وخصوصا في قضاء سامراء. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. للمرة الثالثة على التوالي البرلمان يخفق في عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني والقوانين المهمة مهددة بالترحيل. وسط حديث عن زيادة بإنتاج الطاقة الكهربائية، ظلام دامس بمحافظات الوسط والجنوب والسبب عارض فني. على وقع شح الأبنية المدرسية، التربية تحدد الأول من تشرين المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.تي في أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية. We'll be right back.